تعرفوا من هاي الطفلة اللي بكت عن نشيد الوطني العراقي؟ وهذا وهذول كلهم. يلا احكيكم القصة. هذول الأطفال ومع 200 طفل آخر راح يصيرون 400 طفل عن قريب هي من أكاديمية المحاربين، اللي هي أول أكاديمية مجانية لأصحاب الهمم في العراق، تهدف إلى استثمار محدودية الأطفال الصم والبكم ومتلازمة داون وذوي احتياجات الخاصة ومحاربي السرطان والتوحد ووطء التعلم. تأسست سنة 2016 داخل كرفان في المستشفى الطفل التخصصي في البصرة. بعدين تم منحهم بناية لمدة 3 سنوات فقط. رؤيتهم هي كيفية أن يخلقون جيل ممكن يعتمد على نفسه ويستفيد الشارع العراقي منه كأيدي عاملة. صاحبة هذه الأكاديمية الرائعة هي دكتورة تالا معن الخليل، اللي عندها أكثر من 25 شهادة تخصص ذوي الهمم، ولديها دراسة بكيفية إيقاف انفعالات طفل التوحد اللي راح تعمل تغيير عالم التوحد. سخرت كل ما تملك من جهد ووقت ومال لإيجاد أدوية جديدة لمن أسمتهم المحاربين ذوي الهمم الطيبة أصحاب المقدرات الخاصة. وبالختام راح أخلي حساب دكتورة تالا بالتعليقات، نعمل لها منشن كلتنا ونقول لها عاش ديتك دكتورة تالا، تستحقين منا كل الشكر والتقدير، أنت إنسانة رائعة. فيمال إيمانا منا بحقهم في الحياة، أعلن افتتاح أكاديمية المحاربين كأول أكاديمية مجانية في العراق. Thank you.